اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2002 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2002. العربية فابريكا دواخل، العربية رش خارجي على اللحم بدون اي معجون، العربية الشاسيه بتاعها سليم بدون اي مشاكل، العربية الموتور سليم وآلات الجر بحالة ممتازة، العربية فيها طقم جنوط سبور بكاوتش جديد، العربية فيها طبلية متجلفنة، العربية مرور كفر الشيخ، العربية فيها رخصة لمدة شهر، العربية مش محتاجة أي مصاريف. هقول لحضراتكم دلوقتي على طرق التواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2002. لو حضرتك عايز تسأل عن سعر العربية أو كمان تسأل على بعض المواصفات الخاصة بالعربية، ولكن قبل ما أقول لحضراتكم على سعر طرق التواصل مع صاحب العربية، بعض الإخوة الكرام على القناة كان بيقول لي يا ريت تقول لنا تاريخ الفيديو في كل فيديو علشان نعرف التاريخ قديم ولا جديد، علشان لما نيجي نتصل بصاحب العربية ما نعملوش إزعاج. التاريخ بتاع العربية اللي معانا النهاردة بتاريخ تم رفعها بتاريخ 4/5/2021. تم رفع العربية النهاردة بتاريخ 4/5/2021. ليلة تواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2002 هيكون على رقم 012-048-92-35. ليلة تواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-048-92-35. ده كان موضوع النهاردة. استنونا فيه عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.